قبل أن أذهب إلى الداعور محمد ضيف مراسلنا من غزة، أنتقل إلى ضيفنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة دكتور بخيمر أبو سعدة. دكتور أبو سعدة، يعني كنت تتحدث عن السيناريوهات وتوقفنا مع اشتداد القصف في غزة أمام ما جرى قبل قليل، يعني هذا المشهد يدل على أنه الأمور ذاهبة باتجاه سيناريو التهدئة أم التصعيد؟ يعني هذا ما أردت أن أقول لك قبل أن يعني نذهب لفاصل التصعيد. يعني ما يحدث الآن من عنيف وغير مسبوق على منطقة شرق جباليا ومنطقة شمال بيت لاهيا، كما قلت يبدو يعني أنا أمام سيناريو هاي الاثنين، إما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحضر لعملية برية تبدأ من منطقة شمال بيت لاهيا، أو أننا اقتربنا من نهاية هذه الجولة من التصعيد. تريد إسرائيل أن توقع أكبر عدد من الخسائر في البنية التحتية وفي أرواح المدنيين كي تسجل انتصارات وهمية على الشعب الفلسطيني، خاصة مع يعني تواتر الأنباء التي قالت بأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت كبير مستشاريها إلى منطقة الشرق الأوسط لإجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك الاتصالات التي تمت بين الإدارة الأمريكية وبعض الدول العربية التي لها تأثير على حركة حماس. ولكن بعتقد أزال يمكن من المبكر الحديث عن تهدئة، بعتقد أن هذا العدوان المستمر على قطاع غزة لن يولد إلا مزيد من إصرار المقاومة على رد هذا العدوان وعلى استمرار إطلاق الصواريخ وعلى تدفيع ثمن هذه الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين. يعني ترجيحاتكم في هذه اللحظات، يعني أنت متابع جيد لما يجري إسرائيليا، المحللون السياسيون العسكريون تقديراتهم وتوقعاتهم في هذه اللحظة؟ يعني ما أستطيع أن أقول لك إنه إسرائيل دائماً لا تحب أو لا ترغب في الجولات العسكرية الطويلة، اعتادت إسرائيل على الحروب الخاطئة وعلى الحروب السريعة، على الحروب التي تحرز فيها انتصارات سريعة بدون الخوض في حروب طويلة، لأنه كل طالت الحرب وطال أمد الصراع لا تستطيع الجبهة الداخلية في إسرائيل أن تتحمل يعني إطالة أمد هذه المواجهات. نحن نتحدث الآن عن حوالي 4 مليون إسرائيلي يعيشون في الملاجئ، توقف حركة الطيران، توقف حركة القطارات، بدأت عمليا بعض العائلات اليهودية تترك، هناك حالة من شبه الحرب الأهلية في المدن المختلطة في الداخل الإسرائيلي، وهي لم تكن متوقعة على الإطلاق من جانب إسرائيل. ولذلك يعني أنا بعتقد أنه هناك ضغوط على نتنياهو أن يوقف هذا التصعيد وأن يوقف يعني حمام الدم، ولكن للأسف المؤسسة العسكرية في إسرائيل واليمين المتطرف في إسرائيل يضغط باتجاه إطالة أمد هذه المواجهة الحالية. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة.